المستجدات هنا قالت كيجي عندنا الملك واش نسيتينا ولا مرحبا 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 متاكون عند الراس صافي خويا خليني الله يرضى عليك سنتين. رئيسة جمعية نحن معاكم
التنمية الاجتماعية. الصراحة الخدمة معهم كتخليك أنه كل مرة تخدم معهم، سواء أستاذ عبد الحفيظ أو أستاذ نجات، الخدمة معهم ما كتحسش بالتعب، بالعكس كتحس بواحد الفرحة، واحد نتيجة إيجابية. كيف صور فرحة الناس، خدمت معهم هوافير ديبرية، خدمت معهم ختان، حملة ختان، وخدمنا معهم حملة الكشف عن السرطان المبكر عند النساء. وآخر عمل جمعوي كان مع الجمعية حفلة وطنية كانت في المستوى، ودابا ما بقيتش رئيسة الجمعية، ولكن اللي عيطوا عليا غنمشيو متطوعة باش نكون معاهم. وكان لي الشرف أنني نخدم معاهم، كنشكرهم بزاف على هذا التكريم. لكل النساء هذا اليوم العالمي للمرأة، وكنتمنى اليوم إن شاء الله السعادة ومزيدا من النجاح والتوفيق. هذه المناسبة صراحة كنشكركم بحضور وشرف لنا لأنكم شرفتونا في هذه المناسبة هذه. وفي الحقيقة التكريم هذا فجرنا لأن أعضاء جمعية نساء قطاع التنمية وأعضاء جمعية سيداتي المغربية فرحة كريم المحضور قاموا بواحد المبادرة ديال التكريم بإذن الله صراحة فجرنا، وكنتمناو لهم حتى هما التوفيق في المهام ديالهم، لأن بلاهما صراحة ما تنسوا والو، لأن بالمجهود ديالهم والمساعدة ديالهم هما اللي تيخليونا نقدموا برامج ونقدموا خطوات ونساهموا في عدة ورشات، منها الدورة التكوينية أو الحملات التأسيسية إلى ذلك. لهذا مرة أخرى شكرا لكم، شكرا شكرا. Shit.